السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. ده اكسل شيت جديد خالص، هنقول لك ازاي تخفي المعادلات وازاي تقفل المعادلات وما تظهرش الا لو عايز تظهرها بشكل معين او بطريقة معينة. ان شاء الله كل ده هتعرفه في الفيديو ده. بص، ده شيت اكسل بسيط خالص، ده مفتوح جدا اهو، هنكبر بس الشكل ده كده شوية ونكتب مثلا معادلة بسيطة جدا، دي مثلا واحد وده اتنين، وهنجيب المجموع بتاعهم بيساوي ده زائد ده، ده دي النتيجة. تمام، انا بكلمك كمثال بسيط جدا وانت تقدر بقى تشتغل على الباقي. بص، دي كده النتيجة. تمام، دلوقتي انت عايز تخفي المعادلة دي، هتروح جاي هنا على الخلية دي او على الكولوم كله، وتروح دايس كليك يمين فورمات سيل وتعمل هيدن، وتعمل وكده كده هي بالديفولت او بالطبيعي بتاع ان هي لوجد، وندوس اوكي. تمام، وهنروح جايين على قائمة ريفيو وندوس كلمة بروتكت شيت، وندوس كلمة لو انت عايز تكتب باسورد اكتبه، لو انت مش عايز دوس اوكي. كده اهو المعادلة اختفت اهي، خد بالك حتى لما تيجي تدوس مفيش. تمام، طب لو عدلت هنا مفيش تعديل عشان انت عامل بروتكت شيت، هندوس ان بروتكت، هترجع كل حاجة زي الاول. تمام، طب دلوقتي انت عايز تشغل بعض الحاجات وتقفل بعض الحاجات، يعني مثلا ممكن تحط هنا ك ك كانت كان يعني كمعطيات، يعني هنا مثلا انت بس عايز تكتب هنا اتنين عشان يجيب لك اربعة، بس انت عايز تقفل الخلية دي. فبص بقى تعمل ايه، هتروح جاي واقف على الخلية اللي هي انت عايز تديها لليوزر عادي اللي هو يستخدمها، وتروح دايس كليك يمين اهو وفورمات سيل، ونشيل كلمة اللوجد دي وندوس اوكي. تمام، ونيجي نعمل بروتكت شيت تاني وندوس اوكي. لو انا جيت حطيت اي معطيات هنا هتسمع، يعني لو جيت عملت هنا خمسة هتسمع سبعة. طب عارف لو انا جيت دوست هنا وجيت كتبت مثلا خمسة، مش هيقول لي لا. ليه؟ لان الاريا دي او المنطقة دي لوجد، محطوطة تحت ان انت قفلت البروتكت شيت، اما المنطقة دي مفيش، يعني ممكن المنطقة دي اقعد اكتب فيها كتير اهو. بص اهو، فهمتوني؟ اما المنطقة دي لا. طب لو انا عايز اقفل بقى المعادلة بس، يعني ركز كده في اللي انا هقوله، يعني مثلا ممكن نقول ايه، مثلا ايه، نعمل بس ان بروتكت شيت اهو، ونعمل مثلا دي صم اللي هي دالة الجمع، ونعمل اللي هي اللقطة دي كلها اللي هو الحتة دي كلها اهي، ونروح قافلين القوس وندوس انتر. تمام، ونخلي مثلا دي تحت كده بيساوي مثلا صم مثلا دي، ونحط مثلا الداتا دي كلها، الداتا دي كلها اهي. تمام، وندوس اوكي. تمام، احنا بقى هنقفل، هنفتح قصدي كل الداتا دي كلها اهي، ندوس كليك يمين عليها وفورمات، ونشيل كلمة اللوجد دي، ونخلي ده بس اللي هو لوجد وهيدن. تمام، وندوس بروتكت شيت. بص بقى ايه اللي هيحصل، اللي هيحصل ان انت تحط المعطيات اللي انت عايز تحطها هنا براحتك، يعني مثلا اربعة هيطلع لك اربعة، هنا اتنين تلاتة وهكذا، هيطلع لك الناتج اهو. لكن تيجي تلعب في المعادلة هيقول لك لا، يعني بص اجي اضغط ضغطتين على المعادلة يقول لي لا، انت مسموح لك انك تكتب اي حاجة هنا، لكن العمود بتاع المعادلة لا. بص تكتب مفيش. دي بتبقى حلوة لإيه؟ لو أنت عايز تبعت الشيت مثلا لمحاسبين مثلا أو لناس مثلا معينين يحطوا فيه الأرقام وهي تطلع نتائج فقط، ما يلعبوش في النتيجة. دي حلوة جدا يا جماعة. بس كده، وأنا حبيت إن أنا أقول لكم إزاي تقفل الشيت. ولو عايز بقى تقفل بقى البروتكت شيت بقى، إن أنت مثلا لو أنت عايز تفتح لهم مثلا إن هم يعدلوا حاجة في الخلية، يعدلوا تظليل كولوم وهكذا، يفتحوا الفلتر، يوز الفلتر بتاعهم ولا حاجة، ممكن تفتح لهم الفلتر عشان لو هم ايه عايزين يفلتروا ولا حاجة. بس كده يا جماعة، واتمنى اكون فدتكم، وان شاء الله ان شاء الله يكون فيديو كده خفيف وطريف كده عليكم. وما تنساش طبعا تدعمني بلايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا انا محتاج دعمكم، ولان 85% من اللي بيتفرجوا عليا في اليوتيوب ما بيشتركوش معايا، فاتمنى تشتركوا معايا لو بعد اذنكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.